Hello everyone, welcome back to my channel. اليوم الفيديو اللي حفرجيكم اياه فيديو كتير متحمس عليه عشان هذا الفيديو كتير منكم طلبتوه، اللي هو كيف تغطوا الدارك سيركلز واي مشاكل بالوجه. والموديل تبعت اليوم هي ذا بيوتيفل رقية، وراح احط هير انستغرام بالكابشن تحت الفيديو. اوكي، عشان رقية بشرتها كتير ناشفة راح ابلش بماك بريب اند برايم اسينشال اويلز، وهالاويل راح يرطب الوجه وراح يكون زي برايمر للكونسيلر اللي بدي استعمله اول شيء. بس رح اخذ 1 بامب ورح اتاكد اني وزعته على كل البشره وعلى الرقبه كمان. اوكي، ما تنسوا ترطيب الشفايف، ورح استعمل الماك ليب كونديشنر. This is one of my favorites. هذا من افضل الليب بامز عندي. وكاي كريم رح اخذ الماك فاست ريسبونس اي كريم قبل ما ابلش الكونسيلر، وراح احط طبقة كتير خفيفة بالماك 287 برش. اوكي، هلا اهم ستيب، الشغل كله راح يكون بالكونسيلر اكتر شيء، وهذا الماك برو كونسيل اند كوركت باليت باللون ميديوم ديب. اول لون راح اخذه هو NC42 وراح احطه تحت العيون بطبقة كتير خفيفة وادمج منيح بالبرش. هلا راح اخلط شوية من الريتش يلو، هو اللون الاصفر، وراح احطه تحت العيون كمان. هلا راح اخلط اللون NC42 والبرنت كورال هو الاورنج، وبطبقة كتير خفيفة كمان رح احطهم تحت العيون. والبرش اللي رح استعملها هي نفس ال 287 برش اللي حطيت فيها الاي كريم، وبهالطريقة بتأكد انه السواد ما يطلع at all عشان رح اعمل طبقات كتير خفيفة. رح ارجع اخذ اللون الاصفر هو ريتش يلو، ورح احطه تحت العيون بطريقة مركزة اكتر، ورح اسحب اللون على الخدود وحوالي المنخار. وشو ما بيضل رح احطه تحت الحاجب to highlight. رح اخذ اللون NW40 اللي عم بضرب على اورنج اكتر زي كوركتر، رح احطه على العيون كبرايمر وعشان يشيل اي سواد. رح اخذ اللون NW40 ورح احطه فوق اي تصبغات عندها بالوجه عشان بس احط لون الكونسيلر تبعها يغطي كل شيء، وكمان عشان هيك السواد ما برجع بطلع. وباخذ لون بشرتها هو NC42 وبرجع بحطه فوق الكوركتر اللي حطيته على التصبغات والسواد. وزي ما بتشوفوا بطريقه كتير خفيفه ومركزه حوالي الوجه بمناطق معينه اختفوا كل التصبغات، فهلا يو هاف ا نايس بيس. بالبيوتي بلندر راح اخذ اللونين NC40 وNC42 واعمل هايلايت تحت العيون. راح اخذ الماك ستوديو فيكس باودر بلس فانديشن باللون NC43.5، وبالماك 129 برش راح اتاكد اني غطيت البرش كلها بطبقه كتير منيحه. بعدين بنبلش تحت العيون، بدكم بس تحطوا البرش كانكم عم تستعملوا بيوتي بلندر، فبس تطبطبوا على كل البشره. فيو بريس اند بات. اوكي، هلا هاي الستيب اهم شيء عشان الميك اب يضل flawless fresh طول اليوم، ما بتحسوا كأنكم حطيتوا أي شيء. إذا عندكم بشرة دهنية، بشرة جافة، whatever, this is perfect technique. بس تخلصوا تحت العيون بتنزلوا الباودر على الخدود وعلى باقي الوجه، وهذا الباودر رح يثبت كل شيء، رح يعطيكم كمان تغطية عشان هو فانديشن بس باودر، بس بطريقة كتير خفيفة. ما بدكم تدمجوا بالبرش عشان ما تخربوا الكونسيلر اللي استعملتوه تحت. رح اخذ لون اغمق بالماك ستوديو فيكس باودر هو اللون NC46، بنفس البرش رح اعمل زي كونتور برونز. زي ما بتشوفوا صار في اكثر ديمنشن بالبشره ومبينه اكثر طبيعيه وهيلثي. هلا الحواجب رح اخذ الماك فلويد لاين براو جل كريم باللون ديب دارك برنت، وبانجل برش ام gonna fill in her brows، رح اغطي اي فراغات واعمل شيب المناسب لإلها. بس اخلص اكيد رح استعمل الماك براو سيت هو الكلير براو جل ما له لون، واثبت الاي براوز. رح اخذ من افضل الباليتس عندي، هي الماك اي شادو تايمز 9 باللون سيمي سويت تايمز 9، رح اخذ الكريمي شيد بالنص كبرايمر على كل العين. بعدين رح اخذ هذا اللون اللي بيجي زي ماسترد ورح احطه على كسرة العين بالكريس واركسه على الاوتر كورنر. بعدين بالبنسل برش رح استعمل اللون البراون الغامق، هما لونين البراون، رح اخلطهم مع بعض واعمل وينجد اي لاينر بس بالباودر.
وراح اخلط هاللونين وراح استعملهم تحت العيون كمان بس على الطرف. كهالات راح اخذ الماك هايبر ريل جلو باليت باللون جيت ات جلوين، فراح اخذ اللون الذهبي وراح احط فيكس بلس على البرش، راح احط الهايلايتر بالانر كورنرز عشان يبرز العيون ويضوي الوجه. راح ارجع اخذ الهايلايتر وابرز المناطق اللي بدي ابرزها بالهايلايتر عشان يعطينا نايس جلو وشمع على العيون، وحوالي الشمر راح احدد باللون الهايلايتر اللي اغمق اللي بيجي على برونز. ماسكارا راح اخذ الماك بولد اند باد لاش ماسكارا وراح اغطي الرموش، بعدين راح اخذ الطرف الصغير اللي بيجي فوق الماسكارا راح احطه على تحت اللاشز. راح ارجع اخذ الهايلايتر واكمل الوجه، فعلى الخدود تحت الحاجب على المنخار على التشن كل محل. وما تنسوا فوق الشفة كمان. راح اخذ البراون اي شادو والبيج بطريقة كتير خفيفة، راح اعمل كونتور للمنخار بس كتير 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 خفيف، وراح ارجع ادمج فوقه بالماك ستوديو فيكس باودر اللي باللون NC43.5 اللي استعملته اول شي بس عشان ادمج اي اطراف. بلاش راح استعمل الماك امبرينج روز بلاش، هذا فيه شوية شمر فبعطي شوية كأنه في هايلايت، وراح احطه على الخدود شوي فوق المنخار وبس بطريقة كتير فريش وهيلثي. ليب بنسل راح اخذ الماك سور ليب بنسل من افضل الالوان that I love، راح احدد شفايفها والون شفايفها من جوا كمان بنفس اللون. وفوق الليب لاينر راح استعمل ماي فيفورت ماك ليبستيك ايفر، هي الماك فلفت تيدي بتيجي مات ليبستيك، ودغري فوق الليب لاينر راح استعمل الليبستيك اغطي الشفايف. برجع باخذ الهايلايتر باليت وبحط الهايلايت شوي بنص الشفايف، وعشان دمجنا البلوش والبرونزر على الخدود بدي اتاكد انه الجو لاين يكون كتير نظيف وكتير شارب عشان يعطي الكونتور لوك without contour. فراح ارجع اخذ نفس اللون اللي استعملته بالماك ستوديو فيكس باودر هو 43.5 واحدد الجو لاين، واكيد فينيشينج اوف بالماك بريب اند برايم فيكس بلس سبراي عشان يشيل اي باودري لوك بين البشره فيري فريش. فذيس از ذا بيفور اند افتر، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا بدكم فيديوز هيك باكثر تفاصيل they are coming، وبشوفكم بالفيديو الجاي. ليف مي ا كومنت، لايك، سبسكرايب، ليت مي نو وات يو ثينك، و I'll see you next time. باي.